حضنت زوجتي وقمت اسحبها، ما تقدر تمشي من ورا الفستان مالها، قمت اسحب بيها، طلعتها من باب المطبخ، طلعتها ووقعت. اللي دا يطلع بس اللي يريد يخلص نفسه، اللي يطلع يدوس عليها. الرجال كلها متورمين هسه، يعني هنا راح 10 نفرات راح من عندها، قرايبها، امها، اخوها، ها ما تقدر تحكي، قاعدين قدامك عايشين بس من جوا ميتين احنا. يعني احساس بينا ماكو، ميتين من جوا. شو مسوينا احنا؟ وليش بس بينا صار هذا الشيء؟ خلص يعني ما نقدر نعيش هنا، يعني كل ما نريد نفرح يطلع شيء بوجهنا يسد الفرحه مالنا.